عزت عم يحكي يا جماعة، يعني إلك لسان. توفيق أفندي أخ أخ، عزت عم يغرد عم يشحلي يا عيني. عيني عزت، عزت حبيبي احكي زكاتك خليني أفرح. توفيق أفندي حكى بدري من شرح صدري، فرحني عزو. قول يا تستملي، قول تقبشني، قول أنا فرحتي ما بتتمن. تفضل معلم غواه. لك هاي من مين؟ مين عطاك ياها؟ صاحب الأمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين مختار. شو غواه؟ وين غاطي؟ لك شو عم تقرأ؟ ورقة ترك أمين مع عزات، وما تذكر الأخ يعطينا إياها إلا لهلا. غير اللي حاططها على السوزوكي؟ مختار شبنا عم نقلك تركها مع عزات. ايه وشو كاتب فيها؟ قال يا سيدي إلى المختار أفندي والغوار أفندي. داخل على الله وعليكم تسامحوني على ما جنت يداي، وما إجا مني سافر قبل ما استسمح منكم، لأنه بتعرفوا إني عشت البرية حيث الصدق والصراحة. يعني كنت بحسن شيء بعد ما عملت اللي عملته بحقكم بدون ما حدا يحس، وكنت على القليلة باخد الورقة اللي تركتها فوق الزكزوكي وبشرطها. لكن لا لا ثم لا، اللي عاشر الوحوش ما بيخاف. هاي من جهة، ومن جهة تانية الدنيا عنده واضحة، يعني دجني دشتك العافية، واللي بده يصير يصير، وأنا مستعد اتحمل النتائج بعد ما ارجع بكل إيباء وشمة. ايه نعم، وهلأ وتكفير عن ذنبي تركت مبلغ للمختار كتعويض عن مخالفة الوساخة إذا ضربته البلدية فيها ضبط، وعن بقية الشخوطات على الباب بالدهان وغيره وتركت للقبضاي غوار مبلغ عن تنفيسي لزكزوكته والمسامح كريم. وإذا سألته عني فأنا رايح ورا بهيجة حتى لو كانت ببلاد الواء الواء، لأني ما برتاح لحتى سلمها أمانتها، وساعتها برجع لبيناتكم ومنعيش بثبات ونبات. الداعي بسلامتكم أمين. ملاحظة، رح أبعتلكم خبركم شو بيصير معي، ادعولي دخيلكم. شايفين شايفين قديش في فرق بين جيلنا المعدل وبين جيل هالأيام يا جماعة؟ جيل هالأيام ولك آخ آخ منه. هالمكتوب مختار رح احتفظ فيه وضمه للتاريخ، مشان لحتى يعرف الجيل الجاي بعدنا شلون كان جيلنا. ضروري غوار ضروري. لا الشي دي بأشعر البدن، شلون ترك لنا مصاري تعويض عن الخسارة يلي ممكن توقع علينا. هلأ بس هذا اللي لفت نظرك بهالمكتوب؟ في أحلى من إن الإنسان يحس بأخوه الإنسان. هذا كلام حلو، بس الكلام عن المصاري مر ما عجبني. يا غوار هالزمان هاد المادة بتلعب فيه دور كبير. صحيح، ومو بس بمجال الأشخاص، كمان الدول بتتأثر بالمادة. وكمان انت توفيق أفندي، لكن معليش آخ. هلأ انت لولا كان معك مصاري كنت حسن تفتح محل وتشتري زكزوكي. لما اختار عفوا حتى ما نضيع الوقت بالحكي، خلينا نشوف شو قصة توفيق أفندي. ها وأخيرا فضيتولي. أنا بشوف إن نحل قضية قضية وما نشربك حالنا بأكتر من مشكلة. في بعض مشاكل ما بتنحل ولا بعشر سنين، وإذا منحط معدل 3 سنين لكل قضية مننحل ولا منحل إلا كم قضية، ومنترك الباقي لأولاد أولادنا. إيه تستفليو، أنا قايم روح لعند أم أمين إلا مثل ما وداكي تلاقي، وتاخد العطل والضرر والخرج راح. ما محقي لك أنو حق هاد؟ ليش بتوصل البلدية لهون لحتى يضربوك زبط مشان الزبالة؟ وبعدين وإذا طن الجرس بكير أكيد أنت بتفز أبكر بكتير. إلى هلأ بتذكر لما ربطلي قبل الشحادة وبنته. طيب والدهان يلي لغمط فيه باب السقار؟ إيه حسن لك يا، لأنك تاركو على الخشب والتوتية من يوم يومه. شو نزع لك الدهان الزياتي مختار؟ سبحان الله على المناطق. التهي شوف توفيق أفندي، يا الله خاطركون. الله معك. مع السلامة. رح أجيب لك تعويضك معي غوار. لا أوعك. تنهجر انت الثانية. آخ آخ. ايه والله آخ آخ من هالناس. غوار أفندي والله احترنا بين جيلنا وجيلكم وجيل هالأيام، أنو أحسن؟
ايه شو ايه ايه؟ انا عم بسألك وانت عيونك برا وبتجاوبني ايه ايه. عزة الشلو وبس نرجع عم نحكي. وبركة تأخرت بضل بقشلك لأجي. شلون ابي؟ اخ اخ غادة خانوم أهلين، شو هالصدفة الحلوة هي؟ إن شاء الله طريقك على طريقي. ليش وين طريقك؟ بدون ما أعرف وين طريقك، لكن طريقك على طريقي. بس ما عرفت وين طريقي. أكيد نفس طريقي، شرفي لوصلك بالزكزوكي تبعك. لا معلش شكرا، لا تعذب حالك. وين هلأ بدك تلاقي مركوب؟ لا الباص بتحسني تحطي ظفرك فيه، ولا التاكسي بيوصلك إلا مطرح ما هو بده. بعدين في أمر ضروري لازم فاتحك فيه إذا ما عندك مانع. بعرف شو هو هالأمر الضروري. صحيح أكيد. يعني صار بيناتنا هذا اللي شو اسمه التكلم بالروح. طبعا صار في اتصال روحي. لكان شرفي عزك زوكي مشان نحكي. أعطيت أقول طمني. لمين؟ اللي هو لهذا الحكيم يلي هي إجا مشان. يا مو أولا مو حكيم، هذا دكتور بالشو اسمه بعلم النفس. ثانيا مخربط يا أما مأجر بالمرة. المهم شو صار بيناتكم؟ ولا ما بيصير أعرف بالحكي اللي بدور بين رجال لما يعني بيكونوا عم يتفهموا على الشغلات؟ يعني ما لازم تعرفها صاحبة العلاقة، لأنه مفروض فيها يكون عندها خفر العزارة. شو الحكي يا مو؟ هلأ ما إجا الزلمة يطلب إيدي منها؟ يا مو بده البنت الحلوة الأمورة يلي كانت قاعدة بالشباك. يعني في غيري هون؟ يا مو الله يسترك استرينا. هلأ ليش بدك تقطع بنصيبي؟ إذا أنت مو خاطر لك تتزوج وقدامك جوهرة مالك حاسس بوجودها، أنا شو ذنبي؟ ليش لتحرمني من الزواج؟ لك يا مو هذا البطيخ النفساني أدي إذا مو أصغر. شو دخل؟ كتيرين بياخدوا أكبر منه لأنه بيعرفوا قيمتهم وإنه رح يكونوا ستات بيوت، خاصة إذا كانوا لساتهم أمر وحلوين. هيك لك أكيد برضاي عليك. أني معه ولا تدقق بالمتقدم والمتأخر والملبوس والصيغة وال... يا مو نعم. شو قلتي قبل شوي؟ جوهرة مالي حاسس فيها، شو يعني شو بتقصدي؟ هلا لا تضوع الحديث، الزلمة تقدم بقلب قوي، لا تفاتشه ليقوم يهرب. يا مو الله يخليكي، احكي جد وحاجة مزح بقى. إذا عم بدافع عن حقي بكون عم بمزح. لك أنا حقها. يو حقي وحق كل بنت، الزواج وفتح البيت. واللي فاتحينه هلأ مو بيت؟ بتحسن تقول في شي منها طالما حاطت هالجحش ورابطه بأرض الديار. يا أمو الله يخليكي لا تفضحينا. لك شو بدهم يقولوا أهل الحارة إذا دريوا بهالقصة وإنك يعني إنه لسه هيك نفسك خضراء؟ بس حرام خالي تعملي فيه هيك. بدي اياه يتحسوس بقى. مشان شو؟ ايه ما صار لازم يتجوز غير ليلاقي الانسان اللي بيرتاح له وبترتاح له. ها اجا لا تحكي شي غادة، بس تفرجي. اهلين غادة خانو. اهلين. ايه غادة ما قلتي لي شو هاي الكولونيا يلي بتستعمليها؟ ريحتها لطيفة بدي اجيب منها. يا مو روقينا الله يسعدك. يو شو دخلك انت؟ لما نحن البنات منحكي بخصوصياتنا الرجال ما دخلون، مو هيك غادة؟ يا مو هلأ لشو جيت انت مشان تنزعنا القعدة البناطية؟ انا يا مو ايه انت غادة خانو ممكن نحكي دقيقة على انفراد؟ مثل ما بتريد. تفضلي على الأوضة لهون اذا ممكن. عن اذنك يا مو. مهونة. القصة يا غادة خانوم بعرف كل شيء. سيد غوار شرحت لي الوالدة عن خطيبها. نعم صار خطيبها. أنا بشوف ما توقف بوشها طالما رغبان فيها وهي رضيانة. بس هذا مجايلني إذا مو أصغر. بيجوز عنده عقدة أديب. يلا وشو هذا أديب؟ بقصد إنه بيظهر مو شبعان من عطف أمه، وهلا تجسدت عنده هالرغبة فاختار إنساني قد أمه لحتى يعوض عن النقص. إيه سيد غوار نعم. عندك الكتب يلي مستعيرهم مني، رجع اقرا عن عقدة اوديب. ايه هو انا اتذكرت قريتها
وفكرك اتركها على حريتها؟ هذا اللي بشوفه، طالما في وفق بينها وبين شو بيشتغل قلت لي؟ دكتور. ايه صحيح صحيح، قالت لي الوالده انه دكتور بعلم النفس. يضرب شو نفسه الدنيا. ايه وشو قررت تعمل؟ ما بعرف. حالات خاصة جدا. صور الشخصيات نجاح حفيظ، صلاح قصاص، صالح الحايك، نزار شرابي، وثراء دبسي.